تم تنظيم هذا اليوم الدراسي بمشاركة جميع الفاعلين لتناول الأحكام الجديدة لقانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، خاصة مع مختلف الجهات الأمنية وكذا السادة الشركاء من فئة أعوان القضاء، إضافة إلى ممثلي المؤسسات المالية وإدارة الجمارك، ومع إشراك السادة الأساتذة الجامعيين بصفتهم الأكاديميين، إضافة إلى مشاركة جميع إدارة الجمارك في هذا المجال.